مرحبا عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح نحكي على مزج الالوان. هذا اللون، هذا الشيء راح يفيد الميك اب ارتست، اللي يفيد اللي يصبون الجدران، الاثاث، الديكورات، كل شيء، كل شيء اللي يمزجون الوان. راح استخدم الفرشه رقم 4 أو 6 أو 8، يعني هسه هنا استخدمت رقم 6. عندي الالوان الاساسيه الازرق والاصفر والاحمر، هاي الوان اساسيه، هذا شيء منتهين من عنده، خلوها ببالكم. هاي الالوان الثلاثه راح نطلع من عندها مجموعه من الالوان اذا ما كان عندكم، اضافه الى الالوان الحياديه الاسود والابيض. تمام، هسه راح نجي نمزج الالوان، شلون نستخرج بقيه الالوان. يلا تعالوا وياي حنبلش. راح نحتاج قماش او كلينكس حتى نطلع المي الفائض من الفرشة. هنا انا راح استخدم قليل، كلكم تعرفون الاكريليك ينشف بساع، فراح استخدم الوان قليلة حتى لا يروح حرامات، كل ما تحتاجون نضيفون الاكريليك. اللون راح ضفت هسه اللون الأحمر، مهما كان يعني إذا كانت ألوان غامقة الأحمر تون آخر، حمار أو أزرق، لون آخر غامق أو أفتح، كلها تنطيكم نفس هاي الألوان بس بتونات مختلفة، يعني برتقالي أو أخضر أو بنفسجي أو ألوان أخرى راح تنطيكم إياها بتونات أخرى، بس نفس الألوان، نفس العائلة راح تكون. خليت الأصفر والأحمر والأزرق، هاي الألوان الأساسية، إضافة إلى الأسود والأبيض. الأسود والأبيض وحدهم ما نستخدمها بأي لوحة إلا في الحداثة. نجي هسه أنا إيش راح نسوي؟ راح أول مرة راح أثبت لكم الألوان الأساسية اللي هي الأحمر، راح أرسمها راح أثبتها على الفريم على اللوحة، وراح أخلي الأصفر. وراح ليش سموها الأحمر والأصفر والبرتقالي من الألوان الحارة؟ سموها ألوان حارة باعتبار مثل الشمس والنار، ولهذا سموها ألوان الحارة. والأزرق والبنفسجي والأخضر سموهم ألوان باردة، ليش؟ لأن هي باعتبار ألوان الفي. هسه هنا نمزج الأصفر والأحمر، راح ينطينا اللون البرتقالي. إذا ما عندك لون برتقالي راح تمزج الأحمر والأصفر ينطيك اللون البرتقالي تون، كل ما تكثر لون راح ينطيك تون آخر. هنا كثرت من الأصفر راح ينطيني برتقالي أفتح، أوكي. إذا خليت أحمر زايد راح ينطيني تون آخر برتقالي شوية أغمق. راح صار عندي هنا بالنسبة لهذا هالمجموعة صار عندي 5 ألوان، البرتقالي 3 ألوان، الأصفر والأحمر. وإذا خليناه ويا اللون الأبيض مزجت ويا البرتقالي راح ينطيني تون برتقالي بعد أفتح بدرجة. يعني كل ما تضيفون لون من الأبيض من الغامق ومن الفاتح راح ينطيكم لون آخر بس من نفس المجموعة. هسه لون البرتقالي البرتقالي ويا الأسود راح ينطيني لون الحني أو البرتقالي الغامق. شوفوا هاي التونات طبعا كلش ضرورية لرسم البورتريت. شوفوا هذا اللون الحني. نجي هسه عندي الأصفر أخلي ويا الأبيض راح ينطيني الأصفر النقي، لأن الأصفر عندي هنا هذا الأصفر نسميه البال شوية لونه غامق، فمزجت ويا الأبيض انطاني لون أفتح. أما الأصفر ويا الأسود راح أخليه راح ينطيني لون الأوكر، هذا اللون كلش مهم، هذا نسميه لون الأوكر أو الخردلي، أو الخردلي، لون الخردلي، أوكي. هذه هسه نمزج الأخضر العفو الأزرق والأصفر ينطينا الأخضر، هذا تون. هسه عندي هاي نسبة المي شوية هواية، راح أضيف مرتلوخ الأزرق، شوفوا لأن عندي نسبة المي هواية، عندي هذا اللون الصحيح الأخضر. الأزرق ويا الأصفر ينطينا اللون الأخضر، مهما كان تونات الأزرق والأصفر عندك راح ينطيك أخضر في كل الحالات. هذا كثرنا من الأصفر راح يكون اللون الخضار مائل إلى الأصفر.
وإذا كثرنا من الزراق راح ينطينا لون ما إلى. راح نخلي شوفوا هنا خليته ويا الأبيض راح ينطينا شوية. راح أخلي الأصفر والأزرق وراح أخلي وياه أسود راح ينطيني لون خلي نقول العسكري الأخضر العسكري ينطينا هذا التون اللون العسكري هذا اللون العسكري تمام هذا اللون العسكري. عندنا صار مجموعة هنا خمس ألوان. ممكن نستخدم هالثلاث ألوان الألوان الأساسية ثلاثتهم نمزجهم يعني الأحمر والأصفر والأزرق راح ينطيني لون غامق جوزي غامق أو لون أسود مائل إلى السواد يعني الجوزي الغامق مائل إلى السواد عندي نسبة الحمار أكثر شوفوا ده ينطيني اللون السماقي هذا الأصفر والأزرق بعدين أضيف وياهم الأحمر يعني الأخضر والأحمر والأزرق أزرق أحمر وأخضر هاي الألوان راح ينطيني اللون الغامق الأسود راح يطلع لي اللون الأسود شوفوا هنا راح ينطيني اللون الجوزي الغامق لأن مزجت لون الأحمر البرتقالي والأزرق شوفوا كل ما هاي إذا تريدون تغمقون تستخدم اللون الأسود إذا تريدون تفتحون تستخدمون اللون الأبيض هاي بالنسبة للبورتريت هاي الخضارات شوفوا هذا الأخضر هاي الخضارات كلها نستخدمها بالطبيعة ليرسمون طبيعة هاي الخضارات تفيد يعني هنا الأخضر والأحمر راح ينطيني لون القهوائي شوفوا
خليت بيه شوية أسود راح ينطيني لون أغمق. صار عندي مجموعة، هاي المجموعة من الألوان ممكن تعتمدون عليها، يعني شوفوا ما عندنا كان ألوان، فقط من هاي الثلاث ألوان طلعنا هاي المجموعة من الألوان. يا ربي عجبتكم الفكرة وعجبتكم طريقة المزج، عجبكم الفيديو، عجبكم الموضوع. تقدرون أي سؤال أي استفسار تكتبولي، وممكن إن شاء الله هو كل أسبوع، أنا تأخرت عليكم، كل جمعة راح أنزل لكم موضوع راح نشرح عنه. ممكن إذا تردون توصلكم الإشعارات فعلوا قناة الجرس والاشتراك واللايك، وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد مني. كانت وياكم ابتهال الخالدي، تحياتي.